ان شاء الله. خلينا نكمل نحن هلا على شابتر 5 اللي هو شابتر اللي بنوجد من خلاله الرياكشنز اللي هو equilibrium of rigid body. هلا خلينا نتعرف على انواع السبورتس اللي بيكونوا ماسكين البيم. مش هلا هاي بيم بكون ماسكها سبورت من هون وسبورت من هون. هلا هذا السبورت شو بيأثر لي على البيم برياكشن، وهذا السبورت شو بيأثر لي على البيم هاي برياكشن. فخلينا نتعرف على انواع السبورتس. اول نوع هو الرولر. الرولر اللي هو هاي اشكاله، طبعا هدول ثلاث اشكال، طبعا التلخيص موجود بفيديو بالديسكريبشن تبع الفيديو. اول واحد اللي هو الرولر، الرولر بيمنعني الحركه بالوايات، فهو بس بيعطيني اذا رياكشن وين اف واي، بس بيعطيني رياكشن بالوايات. اما الثاني نوع اللي هو البين كونكشن، البين كونكشن بيعطيني رياكشن بالاكس ورياكشن بالواي. يعني شو هو بيسوي؟ يعني هو بيمنع لي الحركه بالاكس وبيمنع لي كمان الحركه بالوايات. اما ثالث نوع اللي هو الفيكست كونكشن، اللي هو الفيكست سبورت. الفيكست سبورت بتمنعني الحركه بالواي وبتمنع لي الحركه بالاكس، وكمان بتمنع لي الروتيشن، فهي بتعطيني ايش؟ مومنت. اذا الفيكست سبورت بتعطيني 3، والبن بتعطيني 2 رياكشنين، والرولر بتعطيني رياكشن 1. اما بالنسبه للكيبل، مثلا لو كان عندي هاي بيم، هاي بيم، وهاي البيم مربوطه من هون بكيبل. هلا هذا الكيبل شو بياثر على البيم؟ بس بياثر عليها بفورس باتجاه الكيبل وبس. اذا البيم بتاثر بفورس باتجاه الكيبل وبس. هلا نحن بهذا الشابتر هدفنا انه نوجد الرياكشنز اللي بيكونوا عند البيم. فشو خطوات ايجاد الرياكشنز؟ اول خطوه بنرسم فري بادي دايجرام للجسم للبيم اللي عندي. ثاني خطوه بحول اذا كان عندي ديستريبيوتد لود بحوله لا كونسنتريتد لود، بحول الديستريبيوتد لود لا كونسنتريتد لود على البيم. ثالث شيء بوجد سميشن من خلال المعادلات الثلاثه اللي هن سميشن اف اكس يساوي 0 وسميشن اف واي يساوي 0 وسميشن المومنت يساوي 0، بقدر اوجد الرياكشنز. طب خلينا نطبق هذه، تكون الامور اسهل شوي، وخلينا نطبقها على مثال. لو كان انا عندي هاي البيم، هاي البيم طولها 3 متر ب 3 متر وعندها متعرضه لود مقداره 2 كيلو نيوتن، وهي عندي هاي سبورت ايش؟ هاي هي بين كونكتد، بين كونكشن، وهاي ايش؟ هاي رولر. اذا عندي هون رولر وعندي هون بين، فبيحكي لي اوجد الرياكشن عند ايه واوجد الرياكشن وين؟ عند واي، عند بي. فخلينا نبلش بالحل. اول اشي ايش حكينا؟ بنرسم فري بادي دايجرام للجسم. هاي البيم، هاي رسمنا البيم، هون متعرضه ل 2 كيلو نيوتن. هلا البن شو حكينا بتعطي؟ البن بتعطي اي واي و اي اكس عند النقطة هاي، طبعا بتعطي عند النقطة هاي بتعطي اي واي و اي اكس. والرولر شو بتعطي؟ الرولر بتعطي بي واي، والمسافات طبعا عارفينها اللي هي هون 3 متر وهون 3 متر. هل عندي انا ديستريبيوتد لود احوله لكونسنتريتد لود؟ لا، اذا الخطوه الثانيه هون مش موجوده. اول خطوه كنا نرسم فري بادي دايجرام ونحط الرياكشنز، ثاني خطوه انه احول ديستريبيوتد لود لكونسنتريتد، وهون ما عندي انا ديستريبيوتد احوله لكونسنتريتد. هلا كمان مثالين، كمان مثال زياده وبشرح لكم كيف. ثالث خطوه شو حكينا؟ ناخذ سميشن اف اكس يساوي 0. طب شو عندي انا بالفورسز بالاكس؟ عندي اي اكس يساوي، في عندي فورسز ثانيه؟ لا، اذا اي اكس يساوي 0. هاي طلعنا اول رياكشن اللي هو اي اكس، طلع معي يساوي 0. خلينا ناخذ هلا مثلا الخطوه الثانيه، المعادله الثانيه سميشن اف واي يساوي 0. فعندي اي واي زائد بي واي ناقص 2 يساوي 0. طب هلا هاي المعادله انا بقدر احلها؟ لا. ليش؟ لانه عندي مجهول، يعني بمعادله واحده ما بقدر، لازمتني ايش؟ لازمني معادله ثالثه اللي هي راح اخذها سميشن المومنت يساوي 0. هلا لاحظوا معي شغله، انه انا بدي اخذ المومنت حوالين اي نقطه لازم اخذها؟ بقدر اخذ المومنت حوالين اي نقطه بدي اياها للبيم، بس الاسهل لإلي والافضل انه اخذ المومنت يا عند A يا عند B. لانه لو اخذت المومنت عند النقطه A شو بده يصير؟ هاي بدها تنلغى وهذا تنلغى، لانه ايش بده يصير؟ بس 2 كيلو نيوتن ضرب هاي المسافه وبي واي ضرب هاي المسافه. اما الاي واي لها تاثير على النقطه بمومنت؟ لا. ليش؟ لانها بتمر فيها. مش المومنت يساوي الفورس دوت الضرب، يعني ضرب المسافه اللي هي المسافه العموديه دي. طب انا عندي هون مسافه عموديه؟ لا. ليش؟ لانه خلص الفورس هاي بتمر بالنقطه، فاذا ما بتاثر عليها بمومنت. فالاسهل اللي هي اخذ المومنت عند هاي النقطه
ياخذ المومنت عند النقطه بي واي وبلغي وقتها بي. فخلينا نحن ناخذه عند ايه؟ عكس عقارب الساعه بوزيتيف. بدي افرض المومنت انه عكس عقارب الساعه بوزيتيف. شو بده يكون عندي؟ بده يكون عندي 2، هي 2 بتلف. كيف ايش هي المسافه العموديه؟ هي 3، هي زي هيك عم بتلف. 2 زي هيك عم بتلف، 2، وانا اخذت عكس عقارب الساعه بوزيتيف، هاي مع عقارب الساعه 2 بتلف، بتلف مع عقارب الساعه، فهي ناقص 2 ضرب 3. والبي واي كيف بتلف؟ البي واي بتلف عكس عقارب الساعه، زائد بي واي ضرب 6 يساوي 0. منها بيطلع بي واي قيمته 1 كيلو نيوتن. ولما ارجع للمعادله الثانيه اللي هي هاي المعادله، اي واي بيطلع معي، واعوض بي واي قيمته 1 بيطلع اي واي كمان قيمته 1 كيلو نيوتن. فهيك انا هون طلعت اي واي وطلعت ايش كمان؟ طلعت بي واي. فاذا اول خطوه برسم الفري بد دايجرام، ثاني خطوه بحول ديستريبيوت لكونسنتريت، هون ما عندي ديستريبيوت لود، ثالث خطوه بستعمل المعادلات هدول وبطلع منها الرياكشنز. طب خلينا ناخذ مثال اصعب شوي. هذا المثال كمان بيحكي لي طلع لي رياكشنز عند A ورياكشن عند B، وكان عندي الفورس هاي مالي بزاوية مقدار 45 درجة، والفورس هاي 100 نيوتن نازلة لتحت. فأول خطوة حكيناها بنرسم فري بادي دايجرام للجسم. هاي فري بادي دايجرام، عندي رياكشن عند A A Y، وعندي A X، وعندي B Y. طبعا هون اذا ملاحظين هون بهذا المثال معطيني هون ثيكنس مقداره 0.4، فانا لازم ارسمها بثيكنس تبعها. اذا لازم تطلع زي هيك وزي هيك، وهاي المسافه كلها 0.4 متر او 0.2، اسف هاي المسافه 0.2، كل المسافه هاي 0.2 متر، الثيكنس تبع البيم 0.2 متر. فال600 هاي كيف بدي احطها؟ خليها هيك ولا احللها لفورسز اسهل لي؟ احللها لفورس اسهل لي، هلا بحكي لكم ليش. فهي هون بتاثر، لتتحلل هي الفورس زي هيك شكلها، وهون هاي زاويه 45 درجه مقدارها 600 نيوتن. لتتحلل فورس بهذا الاتجاه ولفورس بهذا الاتجاه، لتتحلل 600 ضرب ساين 45 في 600 ضرب كوساين 45. وايش في عندي فورس؟ في عندي المية هون بتأثر وبس، ضايل فورس الثانية لا. اذا حطينا الاكسترنال فورس وحطينا الرياكشنز خلاص، اذا ما ضلش، وهي المسافة هاي 0.2 متر، والمسافة هاي المسافات كلها معلومة، هاي 2 متر 3 متر 2 متر 2 متر 3 متر 2 متر. فهلا هاي خلصنا من اول خطوه. ثاني خطوه ما انا احاول ديستريبيوتد لكونسنتريتد ما عندي، بروح لثالث خطوه اللي باخذ سميشن اف اكس يساوي صفر، اللي عندي اي اكس زائد 600 ضرب كوساين 45 يساوي صفر. طب اي اكس شو بده يطلع منها؟ اي اكس بده يطلع قيمتها ناقص 4 2 3 0.3 نيوتن. هلا هيك طلعت معي جواب، طلع معي جواب AX ناقص 423.3 نيوتن. شو معنى الناقص؟ الناقص معناه انه عكس الفرض اللي انا فارضه. انا فارض الفور، انا فارض الرياكشن رايح لليمين، فخلص الرياكشن هون رايح للشمال معناها. يعني AX قيمتها 423.3 للشمال. فاذا انتو ما تتغلبوا كيف تفرضوا الرياكشنز، افرضوها زي ما بدكم، هذا افرضوه مثلا الشمال، هذا افرضوه لتحت، هذا افرضوه لتحت. بس اذا طلع معكم بالحل انه الاشارة نيجاتيف، انه الاشارة انا اللي مطبقها الاشارة اللي طلعت معي نيجاتيف، فبحطها. ايش معناها النيجاتيف؟ معناها انه عكس الفرض اللي انا فارضه، انا فارضها لليمين وطلعت معي نيجاتيف، يعني الفورس الشمال، هذا معنى الاشارة النيجاتيف. بس ما تتغلبوا انكم كيف تفرضوهم، افرضوهم زي ما بدكم، بيطلع معكم نيجاتيف. النيجاتيف معناه انه عكس الفرض اللي انتم فارضينه. هلا خلينا ناخذ سميشن المومنت حوالين النقطه A يساوي صفر، وعكس عقارب الساعه بوزيتيف، عكس عقارب الساعه بوزيتيف. شو عندي مومنت حوالين النقطه A بتاثر؟ اول وحده اللي هي هاي 600 في ساين ال 45، 600 ضرب ساين ال 45
ضرب 2 متر. هلا هاي مع عقارب الساعه اذا بدها تكون نيجاتيف، وال600 هاي كمان نفس الشيء، ناقص 600 ضرب كوساين ال45 ضرب شو المسافه العموديه بينها وبين النقطه A اللي هي 0.2 ضرب 0.2، وال100 كمان بتسوي مع عقارب الساعه، وهي مع عقارب الساعه وهي كانت مع عقارب الساعه، ناقص 100 ضرب 5 متر زائد البي واي بتسوي عكس عقارب الساعة زائد بي واي ضرب 7 متر. بيطلع منها قيمة بي واي 405 نيوتن. هلا بي واي طلعت معاي بوزيتيف، شو يعني بوزيتيف؟ يعني نفس الفرض اللي انا فارضه. بوزيتيف يعني معناه نفس الفرض، نيجاتيف يعني عكس الفرض اللي انت فارضه. وهلا لو اخذنا سميشن اف واي يساوي صفر، بيطلع منها اي واي قيمته اي واي زائد بي واي ناقص 100 ناقص 600 ضرب ثاني 45 يساوي صفر. هاي معروفة وهاي معروفة وهاي معروفة، بيطلع معك اي واي 319 نيوتن، وطلع بوزيتيف يعني نفس الفرض اللي انا فارضه. وهيك بنكون طلعنا الرياكشنز. وهي تقريبا يعني من الاسئله اللي هي صعبه بالبيمز، انك كيف توجد الرياكشن الرياكشنز اذا كان عندي ايش كونسنتريتد لود. هلا خلينا ناخذ نعرفكم على الاشي الجديد اللي هو الديستريبيوتد لود اللي هو هذا. انا لو عندي مثلا هذه قطعه من بيم، قطعه من بيم هاي وبس. هلا هاي القطعه بتتعرض للود زي هيك شكله، شايفين كيف يونيفورم نون يونيفورم لود. طلعوا كيف مثلا هون بيبلش بقيمة بعدين بيكبر 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 حتى يوصل لقيمة كيو. كيو طبعا بدها تكون لها قيمة مثلا نيوتن لكل متر او كيلو نيوتن لكل متر، هي قيمة كيو. وهون بس هلا هون بهاي الحالة، بهاي الحالة كيو كمان لها، كيو كمان بدها تكون نيوتن لكل متر او كيلو نيوتن لكل متر. هلا هون اللود يونيفورم جاي نفس القيمة تقريبا على ايش؟ على القطعة نفسها. يعني هون إذا كان مثلا قيمة اللود 2، هون تكون قيمته 2، هون 2 هون 2. هذا اللود distributed بس إيش؟ uniform. أما هذا اللود distributed load بس إيش؟ non uniform. ليش؟ لأنه قيمته عم بتزيد، يا بتكون يا بتزيد يا بتقل. هون مثلا تكون 1، هون تكون 2، هون 3. فإذا هذا اللود اسمه distributed load بس إيش؟ النوع تبعه non uniform. هلا هذا اللود ديستريبيوتد لود كمان بس ايش النوع تبعه؟ يوني فور، لانه له نفس القيمه على الطول نفسه. هون القيمه يا بتزيد يا بتكون بتقل. هلا هذا انا لما اجي احل البيم ما لازم احول الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد لود. كيف بدي احوله لكونسنتريتد لود؟ انا عندي الطول كله ال، اول شيء هاي الكونسنتريتد لود هون يكون كيو. هلا مقدار الكونسنتريتد لود بكون الاريا تبعت الشكل اللي عندي. انتبهوا معي منيح انه مقدار الكونسنتريتد لود كيو بكون الاريا للشكل. شو الاريا لهذا الشكل؟ اللي هو مثلث، بيكون كيو في ال على 2 اللي هو نص مساحه القاعده في الارتفاع. فاذا هيك بكون طلعت مقداره. هلا اللوكيشن للكونسنتريتد لود، ما هذا الكونسنتريتد لود يمكن يكون هون يمكن يكون هون يمكن يكون هون، فكيف بحدد اللوكيشن تبعه؟ طلعوا كيف من راس المثلث. اذا مشيت انا من راس المثلث اللي هو من هون، لتكون المسافه هاي 2 على 3 ال، يعني ثلثين ال. اما لو مشيت من قاعده المثلث اللي هو من هون من القاعده، لتكون المسافه 1 على 3 ال. فاذا اذا بمشي من راس المثلث لتكون 2 على 3 ال، واذا بمشي من القاعده 1 على 3 ال. بس هذا هو بالنسبه للنون يونيفورم لود، كيف بوجد الكونسنتريتد لود وين موقع. اذا شغله كثير مهمه انه لما اوجد لما احاول ديستريبيوت ذا كونسنتريتد لازم احوله بقيمه بمقدار معين ولوكيشن معين. اللوكيشن زي ما انتم شايفين زي هيك، اذا مشيت من الراس 2 على 3 ال او من القاعده 1 على 3 ال، والقيمه تبعته دائما الاريا. هلا هون باليونيفورم لود بكون نفس الشيء، القيمه تبعته شو هي تساوي؟ القيمة تبعته تساوي الاريا اللي هو كيو يساوي كيو ضرب ال، هيك القيمة تبعته. اما اللوكيشن تبعه للمستطيل او للمربع بيكون ال اوفر 2 ال اوفر 2، يعني بيجي بنص
الطول، اما هون بيجي تلتين بتل، اما هون بيجي بنص، والقيمة تبعته هون كيو في ال، هون كيو في ال اوفر 2. طب خلينا نحل زي هذا المثال، خلينا نحل زي هيك مثال. هذا المثال طالب مني اوجد لي الرياكشنز عند A وعند B. فاول شيء حكينا نرسم free body diagram، هاي free body diagram تبعي، وبحط ايش عندي هون pin connection AY وهون AX وعندي هون BY. تاني خطوة شو حكينا بنسوي بعد ما رسمنا free body diagram؟ بنحول distributed load ل concentrated load. فهي خلينا نحط هاي هيك الكونسنتريتد لود قديش قيمته؟ قيمته الاريا اللي هي 2 في 5، هذه كيو، ما هي هاي كيو يساوي 2 كيلو نيوتن لكل متر. اذا شو القيمه تبعته اللي هي الاريا هاي؟ شو الاريا هاي اللي هو الارتفاع هذا في القاعده، لو 2 ضرب 5 اللي هو يساوي 10 كيلو نيوتن. طب واللوكيشن تبعه من هون لهون قديش؟ إذا طولها 5 فهذه بدها تكون 5 على 2، هي بدها تكون 2.5 متر، وهذه كمان بدها تكون 2.5 متر متر متر. هلا هاي الخطوة الثانية إنه حولنا distributed ل concentrated. ثالث خطوة شو بنسوي؟ بناخذ fx يساوي 0، summation forces بالx يساوي 0، بيطلع معي ax يساوي 0. ولو أخذنا المومنت حولين a يساوي 0 وعكس عقارب الساعة بوزيتيف، العشرة بتسوي ايش مع عقارب الساعة؟ ناقص 10 ضرب المسافة العمودية 2.5، هي المسافة العمودية 2.5 زائد بي واي ضرب 5 يساوي 0، بطلع منها بي واي يساوي 5 كيلو نيوتن. ولما أخذ سميشن اف واي يساوي 0، بطلع منها اي واي قيمته 5 كيلو نيوتن. هيك بنكون طلعنا الرياكشن اي واي وبي واي واي. طب خلينا نحل مثال أصعب شوي اللي هو زي هيك مثال. بهذا المثال إذا ملاحظين أنا عندي هون في عندي uniform load distributed load نوع uniform، وهون distributed load إيش نوعه؟ non uniform. هون القيمة شايفين كانت 2 لحد ما وصلت الصفر، أما القيمة هون 2 من هون لحد هون، القيمة ثابتة هون، أما هون 2 وصلت لصفر. فخلينا نحل زي هيك مثال. حاكي لي بهذا السؤال أوجد لي reactions عند النقطة A، حكيلي اوجد لي رياكشنز عند النقطه A. فاول شيء بنرسم الفري بودي دايجرام وبنحط الرياكشنز. ايش عندي انا هون؟ فيكس سبورت، الفيكس سبورت بتعطيني اي واي وبتعطيني اي اكس وبتعطيني مومنت. خلينا نفرض المومنت زي هيك اتجاهه، هاي مومنت. هلا ثالث خطوه، الثاني خطوه شو حكينا؟ بنحول ديستريبيوتد لود لكونسنتريتد. باخذ كل واحد لحاله، باخذ المربع لحال جزء واحد، وباخذ المستطيل المثلث جزء اثنين، اسف باخذ المستطيل جزء واحد وباخذ المثلث جزء اثنين. هلا المستطيل هذا قديش الكيو له؟ هي هون بيجي المستطيل، لانه زي هيك حكينا هاي المسافه 3 متر وهاي المسافه 3 متر. فانا اخذت هذه لحال هي هون، والمثلث اخذته لحاله، يعني زي كني فصلتهم. هلا هذا قديش قيمتها؟ 3 في 2 اللي هي 6 كيلو نيوتن. واللوكيشن من هون لهون قديش؟ من النقطة A للكونسنتريتد لود قديش بده يكون؟ متر ونص. طيب هلا المثلث هذا نحن حكينا إذا مشينا من القاعدة باخذ ثلث المسافة، فخلينا نمشي من القاعدة، يعني هون بده يكون قديش القيمة له؟ هي 3 في 2 بنص اللي بده يعطيك 3 كيلو نيوتن. طب وحكينا من هون إذا مشينا النص، فإذا هذه تكون 1 على 3 ضرب 3 اللي بده يعطيني 1 متر. إذا المسافة من هون، من هون ها ما تخربطوا، من هون لهون 1 متر، ومن هون لهون 1.5 متر. هاي حولنا distributed ل concentrated load. فخلينا نكمل الحل ونوجد ايش reactions. لو أخذنا summation fx يساوي 0، بيطلع منها ax يساوي 0. أخذنا summation fy يساوي 0، بيطلع معي اي واي ناقص 6 ناقص 3 يساوي 0، فبيطلع اي يساوي 0 مش 9، فبيطلع منها اي واي قيمته 9 كيلو نيوتن. طب لو اخذنا سميشن المومنت عند النقطه A يساوي 0 عند وعكس عقارب الساعه بوزيتيف. هلا انا عندي عند النقطه A في مومنت اصلي اصلا، فبحطه وايش كيف اتجاهه؟ مع عقارب الساعه، فناقص ام.
هاي بتسوي كمان مع عقارب الساعة، وهاي بتسوي مع عقارب الساعة. فناقص 1.5 متر ضرب 6، 1.5 متر ضرب 6، وإيش كمان عندي؟ ناقص 3 ضرب، هلا 3 كيلو نيوتن، هاي المسافة من هون لهون متر، زائد 3 متر من هون لهون 3 متر، من الفورس من هاي النقطة لهاي النقطة متر، فإذا إيش بتكون؟ 3 زائد 1 يساوي 0. فمنها بيطلع المومنت مقداره، 21 كيلو نيوتن دوت متر، ونيجاتيف طبعا مش بوزيتيف، طلع المومنت نيجاتيف. شو يعني نيجاتيف؟ نيجاتيف يعني عكس الفرض اللي انا فرضه. هو انا فرض المومنت مع عقارب الساعه هو عكس عقارب الساعه، فهو 21 كيلو نيوتن دوت متر عكس عقارب الساعه، اي هي عكس عقارب الساعه. انا طلع نيجاتيف وانا فرضه مع عقارب الساعه، اذا هو بده يكون عكس الفرض اللي انا فرضه، فهو بده يكون عكس عقارب الساعه. وهذا تقريبا يعني من الامثله اللي مش سهله ابدا انك كيف نوجد الرياكشنز إلها. هلا خلينا ناخذ مثال، طب خلينا نكمل شرح هذا المثال. بهذا المثال معطيني مش بيم فريم وبحكي لي اوجد لي الرياكشن، اذا كان عندي هون A واذا كان عندي هون انا B، هون B. هلا بهذا بحكي لي اوجد لي الرياكشنز، فخلينا اول شيء نرسم فري بدي دايجرام. طبعا اذا كانت مسافات 0.9 0.9 و 0.6، نرسم فري بدي دايجرام. عندي هون انا 0.6 متر، وهاي هي زي هيك 0.9، وهاي 0.9، وهاي مقدارها 3.75 كيلو نيوتن. هلا هون بده يكون عندي هاي بن، فبدها تعطيني اي واي و اي اكس. هلا هون الرولر هاي كيف بدها تعطيني الرياكشن تبعها؟ بدها تعطيني، ما بتعطيني اياه هيك باتجاه هيك باتجاه من برا، لا بتعطيني اياه كيف هاي مايل السبورت مايل، بتعطيني اياه كمان مايل هيو زي هيك. فهي هيك عطتني البي واي بزاوية مايلة، إذا كان هاي الزاوية هي معطينيها 30، فإذا تكون الزاوية اللي مايلة فيها هاي 30 درجة، ما بتعطينيها مستقيم. أنا الهدف كان من هذا المثال إنه هاي الشغلة بس، إنه الرياكشن بكون جاي مع السبورت نفسها، إذا السبورت مايل كمان الرياكشن بده يكون مايل. فهي هون كان بي واي مقداره مايل بزاوية مقدارها 30 درجة. طب هلأ هاي البي واي مش بتحلل؟ لا زي هيك بقدر أحللها، خلينا نرسمها هون مثلا واحدة تانية هيها. فبتتحلل هي لهون بي واي ضرب كوساين 30 و بي واي ضرب ساين 30، وعندي هون 3.75 وهون اي واي و اي اكس. طيب هلأ لو أخذنا سميشن المومنت حوالين النقطة A يساوي صفر وعكس عقارب الساعة بوزيتيف، شو بده يكون عندي؟ بده يكون عندي بي واي كوساين 30، بي واي ضرب كوساين 30، المسافة قديش؟ 0.9 زائد 0.9 متر و80، ناقص بي واي ضرب ساين 30 ضرب المسافة قديش؟ العمودية بينها وبين النقطة A اللي هي 0.6، ناقص 3.75 ضرب 0.9 ضرب 0.9 يساوي صفر. فبيطلع منها بي واي قيمته 2.681 كيلو نيوتن. ولو اخذت سميشن اف واي يساوي صفر، بده يطلع قيمة اي واي قيمتها 1.428 كيلو نيوتن، وسميشن اف اكس يساوي صفر، بده يطلع منها اي اكس قيمته 1.3405 كيلو نيوتن. فالهدف كان من هذا المثال بس اني اشرح لكم انه لو كان سبورت مايل بيكون الرياكشن تبعها كمان مايل. فايش بسوي؟ بحلله، باخده زي كأنه بخليه زي هيك شكله بالاكس وبالواي دايركشن العاديين، وبطلع منهم الرياكشن، وبعديها بطبق معادلات وبطلع الرياكشن. وهيك بنكون ان شاء الله خلصنا شابتر 5.